في هذه الفقرة راح نتكلم عن دعم ودور المجلس الثقافي البريطاني في الكويت للطلبة، وراح نتكلم أكثر عن الأنشطة والفعاليات دائما ما يقيمونها في المملكة المتحدة، مع ضيفتنا في الاستديو أستاذة ميس منتظر، نائب المدير العام في المجلس الثقافي البريطاني في الكويت. مساء الخير وحياك الله. اهلا وسهلا، اهلا فيك. في البداية أستاذة خلينا نتكلم عن طبيعة عمل المجلس الثقافي البريطاني في الكويت. شكرا على استضافتنا اليوم. حياك الله. المجلس الثقافي البريطاني في الكويت من أكثر من 60 سنة. إحنا في مكتبنا في المنصورية، ناس نعم. كثير عارفتها في المنصورية. دور المجلس الثقافي البريطاني هو مد جسور التعاون بين المملكة المتحدة والكويت في مجال الثقافة والفنون والآداب والتعليم العالي. مكتب المنصورية يقدم دورات لغة إنجليزية ودورات محادثة، أيضا دورات تجهيز لامتحان الآيلتس. عندنا بعد امتحان الآيلتس نفسه اختبار، وامتحان الآيلتس حاليا هو مقبول في أكثر جامعات أمريكا وبريطانيا وفي العالم. عندنا طبعا امتحانات الآي جيس اللي هي الثانوية، والأي أس ليفل والأي ليفل، بالإضافة إلى مشاريع وبرامج ثقافية وفنية وتعليمية اللي إن شاء الله حنتكلم عنها اليوم. جميل، أكيد. طيب أستاذة خلينا نتكلم في البداية عن الهدف والرسالة اللي تبغوا توصلونها من خلال هذا المجلس. دور المجلس الثقافي البريطاني يركز، يعني مشاريعها تركز أكثر شيء على الشباب، على تنمية مواهب الشباب اللي موجودة، تعزيز الثقة وإتاحة الفرصة أنه يقدمون أفضل ما عندهم، إتاحة فرصة أنه يتواصلون مع الشباب اللي موجود في بريطانيا، لأنه الشباب هم أساس المجتمع. صحيح طبعا، على أساس أنه نبني مجتمع مبني على العلم والثقافة والتعاون الدولي. طيب فأكثر المشاريع هي تستهدف أو تركز على الشباب اللي في الكويت. طبعا. طيب أستاذة إذا بنتكلم أكثر عن واحد من أهم المعارض اللي أقمتوها في 2017 في المملكة المتحدة، كلمينا عن هذا المعرض وأهدافه وشون شفتوا تفاعل الطلبة معاكم. نعم، إحنا مثل ما قلت لحضرتك، يعني الرحلة اللي نبديها مع الشباب اللي في الكويت يبدأ ممكن ياخذ من دورات إنجليزي، وبعدين يمتحن امتحان آيلت عشان يدرس في بريطانيا، وبعدين يستفاد من فرصة هذا أكبر معرض تعليمي في الكويت. نعم. المعرض حيكون اليوم وبكرة الأربعاء والخميس من الساعة 5 للساعة 9 في الريجنسي. معرض التعليم البريطاني في تقريبا 40 مؤسسة تعليمية من بريطانيا، يعني جامعات ومؤسسات تعليمية فيها أفضل الجامعات البريطانية. فبدل ما الأهل يروحون يدخلون على النت أو يحتاجون يسافرون بريطانيا عشان يأخذون معلومات، احنا جمعنا كل هذه المؤسسات التعليمية والجامعات في مكان واحد اللي هي في الريجنسي اليوم وبكرة، ويقدمون كل المعلومات اللي يحتاجوها الأهالي من قبول أو امتحانات أو حتى سكن. حيكون إن شاء الله بعد موجود معانا National Union of Kuwaiti Students، اتحاد طلبة الكويت. جميل. عشان يردون على أسئلة الأهالي بعد، وين يسكنون، كيف يروحون وكيف يجون. هي فرصة فعلا يعني أنه الطلاب والأهالي يكونون شايف يعني كل المعلومات هذه اللي يحتاجوها عن الجامعات موجودة في مكان واحد. نعم، مش كثر مهم لأي طالب حاب أنه هو يدرس في بريطانيا أنه هو يزور هذه المعارض. فأنتوا أكيد دائما أنتوا صار لكم تقريبا 60 سنة في هالمجلس، ويعني شفتوا المعارض إيش كثر هي قاعدة تفيد الطلبة، فزيارة واحدة لهذه المعارض إيش كثر هو يستفيد منها. صحيح، لأنه هي فرصة فعلا عشان يسألون كل الأسئلة اللي عندهم عشان القبول والامتحان. وبريطانيا هي واحدة من يعني أفضل الدول عالميا في مجال التعليم العالي. بريطانيا كان سوى دراسة السنة اللي فاتت الـ Universities UK International Unit، بريطانيا كانت أفضل دولة اختارها الطالب الأجنبي عشان يدرس فيها. هي أيضا أرخص دولة، واحد ما يصدق هذا الكلام لأن يقولون بريطانيا غالية، بس فعليا كطالب أجنبي هي أرخص دولة تدرس باللغة الإنجليزية. تقريبا تكلفة الطالب في السنة في بريطانيا 35,000 دولار، بعدها تجي أمريكا 36,500،
وبعدين أتوقع أستراليا 42 ألف، نعم فهي فعليا هي أرخص دولة صح تدرس باللغة الإنجليزية. صح طيب أستاذة، إذا بنتكلم أكثر على الخدمات اللي تقدمونها لأي طالب يبي يدرس في الخارج، الإجراءات اللي تبشونها معه، هل تعطونه بس الجامعات وهو يروح مثلا يتواصل معاهم، أو لا أنتم تاخذونه من أول ما أنه هو يقرر أنه هو يدرس في هذه الجامعة إلى أن يوصل هناك ويستقر؟ احنا نقدم المعلومات المتاحة، يعني اي لان كل جامعة عندها قوانينها الخاصة فيها، نعم وكل مدينة عندها طرق معينة للتسجيل او عشان حتى يسكن فيها. احنا نتيح الفرصة انه مثل المعرض اليوم وبكرة، هي فرصة انه ندعوهم كلهم موجودين، بس الطالب هو اللي ياخذ الخطوة. عندنا طبعا الامتحان الايلتس يسهل الامور، وقبلها دورات تدريبية في امتحان الايلز ايضا تسهل الامور. نعم فاحنا يعني نوجد الفرصة، نتيح الفرصة انه هو يستفاد من هذه، بس يعني ما عندنا خطوات معينة هو نعم يمر فيها. نعم دوركم أنت في دعم الشاب الكويتي من خلال الأنشطة والفعاليات اللي تقيمونها في بريطانيا، خلينا نتكلم عن هذا الجانب. واحدة من الفعاليات اللي عندنا، مو شرط اللي تكون في بريطانيا بس، المجلس الثقافي البريطاني يهمه يتواصل مع خريجي بريطانيا، يعني بعد ما الطالب يروح يتخرج من بريطانيا ويرجع الكويت، في شبكة خريجي بريطانيا في الكويت، نعم لما ينضم لهذه الشبكة يستفاد من أول شيء طبعا يتعرف على شباب طلاب ثانيين كانوا متخرجين من بريطانيا، فرص للتعارف وفرص لتبادل الخبرات، وممكن كمان يساعد الشباب الجديد اللي قاعد يفكر انه يروح يعيش في بريطانيا ويجاوب على اسئلتهم. في ايضا برنامج تطوير مهني، لانه المهم انه لما يرجع من بريطانيا يكمل العلاقه اللي بدت. يعني انت عارفه لما تروحين تعيشين في دوله 4 5 سنين طبعا تتعودين عليها يعني، صحيح فنكمل هذه العلاقه من خلال برامج ثقافيه وفنيه موجوده في الكويت، ندعو فيها فنانين من بريطانيا يجون، أو ناخذ فنانين من الكويت ونوديهم يعني يزورون بريطانيا ويقدمون. جميل فلما الطالب يشارك في شبكة خريجي بريطانيا، نعم هو يستفاد أو البنت هي تستفاد من فعاليات كثيرة تتاح لهم في هذه الشبكة. هو نعم المعلومات كلها موجودة على الويب سايت، ما عارفة إذا أكيد يطلع تطلع أثناء على الويب سايت. حديثنا يس عن هذا الموضوع. طيب أستاذة، إذا بنتكلم على الجامعات اللي دائما ما يفضلها الشباب الكويتيين اللي يبون يدرسون في بريطانيا، أو حتى التخصصات اللي موجودة في الجامعات. هو صراحة أتوقع دراسة طلعت السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، أكثر شهادات يفضلوها الطلاب الكويتيين أو اختصاص، هو أول شيء الميكانيكال انجينيرينج الهندسة صحيح الميكانيكية، وبعدين المدني، بعدها الالكتريكال الهندسة الكهرباء، وبعدين بزنس ستاديز، ودنتال كلينيكال دنتستري طب الأسنان. هذه نعم أفضل أكثر خمس شهادات تخصصات تخصصات يفضلها الطلاب الكويتيين في بريطانيا. احنا نشجع انه ايضا يعني يدرسون فن، فنون او ثقافة او علوم طبعا، وفي كل هذه المجالات موجودة، بس هذه اكثر خمسة هم الطلاب الكويتيين يفضلوها. صحيح، احنا قاعد نتكلم الحين على اللي مثلا اللي يدرسون بكالوريوس اي نعم وغيره في اي نعم الجامعات. اذا انا بنتكلم عن التعليم العالي في بريطانيا. نعم التعليم العالي في بريطانيا مثل ما حضرتك تعرفين هو يعني معروف دوليا، أفضل الجامعات أتوقع اثنين، two of the top 10 موجودة في بريطانيا، وأكثر الجامعات يعني جزء من أحسن الجامعات موجودة في المعرض اليوم وبكرة، لذلك أنا يعني أدعو الأهالي والطلاب صحيح يكونون موجودين. مهم المعرض. الجامعات اللي الجامعة وبعدين الجامعات اللي يفضلها الطلاب الكويتيين احنا دعيناهم، اللي هي ليدز موجودة مثلا في المعرض، موجودة سالفورد، مانشستر موجودة، كارديف، كل هذه الجامعات موجودة في المعرض. فهي فرصة فعلا انه يعني افضل الجامعات اللي موجودة في بريطانيا موجودة في الكويت عشان يجاوبون على اسئلة الطلاب. مثل ما قلت لحضرتك بريطانيا هي اختاروها افضل ديستنيشن، يمكن لانه مفتوحة، فيها اجانب كثير، الحياة فيها اسهل، نعم ما يحسون بالغربة، يعني الشباب فيها عرب كثير، فيها مسلمين كثير، صحيح وطبعا الدراسة مو بس هي دراسة اكاديمية، دراسة عملية ايضا، يتعرفون على يعني الخبرة اللي ياخذها الطالب لما يدرس في بريطانيا ويرجع فيها تأهله انه يبدأ يعني في العمل حتى لك صحيح كبداية يعني.
صحيح. طيب أستاذة، يعني إذا بتكلم عن خطوتكم القادمة في المستقبل، الأنشطة والفعاليات اللي ستقام في الأيام القادمة، خلينا نتكلم عنها، وخصوصا يعني اوريدي يعني قريب السنة تخلص، ففي صحيح. خريجين كثار يعني يبون انهم يروحون ويشوفون هذه الجامعات. نبي نرجع نذكر في أوقات المعرض. معرض التعليم اليوم وبكرة إن شاء الله من الساعة 5 للساعة 9 بالليل في الريجنسي، في فندق الريجنسي في الكويت، في 40 جامعة ومؤسسة تعليمية في الكويت. عندنا فعالية لخريجي شبكة خريجي بريطانيا، كويت يو كي ألومناي نتورك. أنا أدعو أي يعني من الشباب الكويتيين اللي متخرجين من بريطانيا أنه يشاركون فيها، لأنه عندنا دورة تدريبية الأسبوع القادم. قبل شهرين قدمنا دورة تدريبية اسمها Positive Influencing Skills، تساعدهم في العمل. عندنا أيضا برنامج للـ Scientific Research، البحث العلمي، هذا مع Kuwait Foundation for the Advancement of Science، مؤسسة التقدم العلمي. العلمي وهذا البرنامج هذا للشباب الكويتي اللي حابب يكمل في البحث العلمي، في دورة تدريبية. طبعا كل هذه الفعاليات مجانا، لأنه برنامج الثقافة البريطاني ما في صحيح. أي فيز، يستفاد منها عشان يقدر يقدم ورق، يعني to publish the papers internationally. واحدة من الأشياء اللي نقدمها من الفعاليات اللي جاية حيكون في أيضا مؤتمر علمي مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تركيز شوية أيضا، يعني المرحلة ما تنتهي بس بشبكة الخريجين، بس الشباب اللي حابب يكمل في البحث العلمي أيضا في برنامج مكثف جدا يختص في البحث العلمي في الكويت. تمام، يعطيكم العافية الأمانة، خصوصا الطلبة وأهالي الطلبة يحتاجون لهذه النوع من المجالس والأشخاص اللي مختصين في هذا الجانب، لأي حد حاب أنه هو يدرس في بريطانيا ويتعرف أكثر على التخصصات والجامعات، فهذه فرصة جدا جميلة من خلال هذا المعرض. يعطيك العافية أكيد الأستاذة ميس منتظر، نائب المدير العام في المجلس الثقافي البريطاني في الكويت. شكرا لك، وشكرا للأمانة على هذه الجهود اللي تقيمونها، يعطيكم العافية. شكرا لاستضافتنا. شكرا لك، راح نكون متواصلين معاكم في فقرتنا لليوم وآخر فقرة من حلقتنا اليوم من بعد هذا البريك.